ولا يسعنا في هذه اللحظات المباركة الشريفة إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله، لأن رسول الله علمنا الدعاء مخ العبادة، وعملا بسنة نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم سأدعو الله تعالى فأمنوا خلفي لعل الله أن يقبلنا وأن يتقبل منا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من عتقاء القرآن. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا من النيران، وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا يوم القيامة مع أهل لا إله إلا الله. اللهم اسقنا من حوض رسول الله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا، وأنت راض عنا يا ربنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا. اللهم ارزقنا أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر البلاد والعباد. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، ونعوذ بك من القبر وضمته، ونعوذ بك من الحساب وشدته، ونعوذ بك من يوم القيامة وظلمته. يا سميع يا قريب يا مجيب يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة حاضرة لن تبور. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وفي القبور وضعونا. اللهم ارحمنا إذا ما وارانا التراب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. ارحمنا إذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل من عمل بعمل رسول الله محمد، وعلى كل من أحب محمدا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.